شكون نحطه جارديان؟ عطوجا على اليمين. على اليمين حاتم ترابلسي. في الأكس فريد شوشان و خالد بدر. على اليسار. على اليسار هادي برخيصة. في الوسط. في الوسط لا اله الا الله محمد رسول الله رياض بعزيزي. حاسك تختار في اصحابك. لا ولا ليه معناتها باش نعملوا تشكيله متناسقه معناتها. اي شكون نحطوا معاه؟ رياض البعزيزي ونحطوا في الوسط. في الوسط في الوسط يعجبوني من رياض زبير باي. مازال واحد. كيفاش تلعب ساعة 4 و 3؟ هربوا 4 و 3 يعني حطوا رياض. مازال واحد في الوسط صبير واحد بجنبه على اليسار نحطوا سراج الدين الشيحي. باهي قدام قدام هما هو في الهجوم ثلاثة قدام زبير قدام ثلاثة في الهجوم على اليسار نحطوا عادل سليم وعلى اليمين جمال الدين الإمام وهاجم ونحطوا بونتا شكون بونتا فما عندي ثلاثة ولا أربعة نختاروا منهم نحطوا بونتا رياض جلاسي. رياض جلاسي يعطيك الصحة صبر نورتنا اليوم خليك في الأخر لو كان تحب تضيف حاجة.